حصل موقف قبل كده مع دكتور خالد عبد الجليل في فيلم حامل اللقب، لما علق على النهايه احنا كنا عدلنا في النهايه، صورنا نهايه مختلفه شويه عن اللي كانت متقدمه في، وهو اعترض عليها مش بس لاسباب رقابيه، حس انها هتبقى احلى لو، فطبعا هو من حقه ان هو يتكلم رقابيا احنا، لكن علاقتي بيه وعلاقتنا كصناع بتسمح ان احنا حتى نخش في حتت ان انا باخد رايه يعني. فصراحه كان رايي، انا شايف انه في الاخر لما عدنا تصوير النهايه، صورنا يوم تاني عدنا تصوير، أنا حصل حمل اللقب نفس الحكايه، والفيلم صراحه انا شايف انه طلع افضل من النهايه اللي قبل كده. فساعات الموضوع ده مش شرط يتصدر للاعلام على انه مشكله وعلى انه خلاف، وطبعا اعداد التصوير مكلف، ولكن احنا اي حد بيعمل اي ميزانيه في الانتاج المفروض حتى يبقى عامل حسابه كده ان ممكن يبقى فيه يوم او يومين اعاده الاسباب، مش رقابيه بس، اسباب ممكن يكون مشهد ما طلعش زي ما المخرج كان عايز، او بعض المشاهد فيها مشاكل تقنيه او مشاكل ليها علاقه بالاداء الممثلين، او يعني او لقطات وقعت كانت المفروض تتصور يعني. هو طبعا حل ما بنحاولش نلجأ له، لكن احيانا بتضطري لاسباب مختلفه انك يعني ممكن في اعاده اليوم او يومين على حد اقصى يعني. فده المفروض يبقى معمول حسابه اصلا في يعني الواحد هو بيحط الميزانيه في البدايه اصلا يعني. فاتمنى ان شاء الله نكون يعني الموضوع اتحل، وان شاء الله يعني احنا عندنا امل الفيلم يعني ينزل في الشهور الجايه دي، احنا بنخلص المونتاج وبنخلص المزيكا وبنخلص الحاجات دي كلها يعني. خلاص هنشوف السنه ان شاء الله، يعني ان شاء الله بدايه السنه الجايه، نهايه 2023 يعني، في الحدود الاسابيع الجايه يعني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بما اننا بنتكلم عن الرقابه مؤخرا، اكتر من فيلم شفناه ان هو مش بيظهر للنور بسبب الرقابه، وبسبب ان هي بتخنق قوي عن مواضيع، وان هي بتمنع حاجات كتير الصناع يتكلموا عنها. طب ما هو لما تمنعني الاستاذه كمان ابو زكي مثلا قالت لما هو يمنعني اتكلم عن جنس ودين وسياسه، طب انا هتكلم عن ايه؟ حضرتك شايف الموضوع ازاي برضه انت كصانع اعمال ومنتج كبير في السوق؟ معاكي ان يعني ان احنا بنأمل دايما في مساحه وسقف اكبر شويه في صناعه او مناقشه المواضيع اللي احنا عايزين نتكلم عنها وكيفيه مناقشتها. لكن برضو ارجع اقول احنا احسن من دول كتير حوالينا. صدقيني في رقابه في دول حوالينا، الموضوع لسه يعني اسوأ بكتير من مصر، واحنا طبعا بنسعى دايما وبنامل ان احنا يعني يبقى في تحسن في الحته دي. لكن انا فاهم الضغوط اللي موجوده من السوشيال ميديا ومن المجتمع يعني. يعني انا بشوف احيانا الرقابه بتعدي حاجات، الرقابه الاجتماعيه اللي موجوده على السوشيال ميديا نفسها ما بتعديهاش. فيمكن ساعات بيبقى في قلق شويه من الدوشه الزياده او الصوت العالي قوي بقى مسموع على السوشيال ميديا من بعض الاراء اللي ممكن تكون احيانا متطرفه شويه. لكن للاسف حتى الاراء المتطرفه دي الناس بتلتفت ليها وبتكتب عنها في الاعلام وبتتضايق منها. فانا اتمنى ان يبقى في دايما تقبل لفكر مختلف بدون ما يكون في هدم للقيم او للمبادئ. لكن المشكله ان انت لما تتكلمي عن القيم والمبادئ هي حاجه منطقيه قوي يعني. كنا بنشوف حاجات في السينما المصريه في الستينات والسبعينات والخمسينات كانت عادي جدا. فدلوقتي الرقابه بتطالب انها تشيل مشاهد بوسه مثلا، او مشهد مايو، او كلمه مثلا كانت عادي انها تتقال. فللاسف انا شايف ان هو ان بقى في ده بسبب السوشيال ميديا، ان السوشيال ميديا بقى يدي صوت لكل الناس، والناس مش كلها زي بعض في تفسيرها للقيم والمبادئ، تفسيرها لايه المسموح وايه اللي مش مسموح. فيمكن ما كناش حاسين بده قوي قبل السوشيال ميديا، فكان الحاجات دي بتعدي بدون دوشه وبدون صداع. دلوقتي الصداع والدوشه بقى يجوا بسبب السوشيال ميديا للاسف يعني. طب حضرتك شايف الناس كانت في حاجات زي الستينات والسبعينات والثمانينات كنا بنتقبل المشاهد دي وبنشوفها وعادي بنتفرج ونشوف الموضوع ده فن، ليه دلوقتي الناس ما بقتش تتقبل ده؟ زمان يعني كانت العقليات كتكنولوجي وكتطور اقل مننا دلوقتي، فليه ده حصل؟ او ليه وصلنا؟ انا يعني بيتهيألي في تغيير اجتماعي حصل يعني في ال 20 30 سنه الاخيره.